اللي يجي من ايده الله يزيده. بالضبط هاي اول جمله راح تجي في بالك لا شعوريا بعد سماعك لتصريح مستشار السيد السوداني ابراهيم الصميدعي، واللي يقول بي انه العمليه العسكريه التركيه التي تجري في اقليم كردستان هي بالتنسيق مع بغداد. والعمليات العسكرية التركية إلى الآن أدت إلى نزوح جماعي من 100 قرية في جميع محافظة دهوك، وعشرين ألف دونم من الأراضي الزراعية قد تم حرقها بالكامل. والغريب أن الحكومة لم تعلق لغاية الآن، والأغرب أن العملية العسكرية التركية الحالية جاءت بعد اعتبار العراق ولأول مرة حزب العمال الكردستاني حزبا محظورا، واللي يخليك تضع ألف علامة استفهام على ما يجري من عمليات عسكرية تركية في الإقليم. أن العراق وقع مع تركيا أكثر من 20 مذكرة، من بينها مذكرة أمنية خلال زيارة الرئيس التركي الأخيرة إلى بغداد. هاي التطورات المقلقة دعت الولايات المتحدة الأمريكية الحليف المفترض للعراق، دعت تركيا إلى احترام سيادة العراق، لكن موقف الولايات المتحدة الأمريكية يذكرنا باتفاقية الإطار الاستراتيجي الأمني الموقعة ما بين بغداد وواشنطن بعد توغل القوات التركية، اللي يشوف البعض مخالف للقانون الدولي والذي ينص على احترام الحدود وسماء والأرض للدول.